بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم من جديد في هذه الأنفاس الرمضانية على قناتكم أنفاس بريس. هذا السؤال ديال اليوم تيطرح بزاف في رمضان، وهو إنسان ما تيصليش وتيصوم، إنسان ما تيصليش وتيصوم. بعض الناس تيقولوا ليه ما عندك مشكل صوم، ما عندك حتى مشكل. وبعض الناس تيقولوا ليه ودي إلا ما كتصليش وغير سير تاكل، ما كيعلاش تضع راسك بالصيام. وتيبقى هذا الإنسان حاير، واش ضروري يحبس الصيام حتى يصلي، أو أنه يصوم ويترجى الله التوبة أنه يولي يصلي. أول حاجة خصنا نعرفوها بعدا أن الصلاة أهم من الصيام. الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. بمعنى يوم القيامة الملفات كيتحطوا أمام الله تعالى، الملف اللي الفوق هو الملف ديال الصلاة، عاد تحت منه ديال الزكاة، عاد تحت منه ديال الصيام، عاد تحت منه ديال الأخلاق وكذا وكذا. بمعنى أن الملف الأساسي اللي غيتحاسب عليه الإنسان أول شيء هو الصلاة، فنبدأ بالصلاة هي الأولى. لكن الإنسان يعني ما تيصلي شيء وتيصوم، ما غنقولوش ليه سير تاكل. إلا قلنا ليه سير تاكل غادي نزيدوا ليه مصيبة على مصيبة. هو عنده مصيبة أنه ما تيصليش، ونزيدوه مصيبة أنه يأكل رمضان، يولي عنده جوج ديال المصائب، مصيبة ترك الصلاة ومصيبة أكل رمضان. لكن نقولوا له صوم وترجى الله تعالى أن يتوب عنك، وبادر أنك تصلي، راه داك يعني داك الصيام ديالك تيبقى معلق ما بين السماء والأرض. درتي واحد العمل هو يعني تنط لك، تعطات لك فيه النقطة، ولكن ديك النقطة محتفظ بها معلقة حتى تصلي، عاد كترفع الصلوات وكترفع معها الأعمال الأخرى. فلذلك يعني أنبه إخواني أخواتي الذين لا يصلون أو لا يحافظون على الصلاة أن هذه هي الفرصة ديالهم. هذا الشهر رمضان هو شهر الصلح مع الله، فرصة للتصالح مع الله. واش عرفتي شنو هو ما تتصليش؟ راك كتقطع الصلة بينك وبين الله. شنو معنى الصلاة؟ ما معنى كلمة الصلاة؟ الصلاة من الاتصال. الاتصال بمن؟ الاتصال بالله. فهذا الذي لا يصلي قطع الصلة بينه وبين الله، قطع الاتصال بينه وبين الله. سؤال، واش أنت اللي محتاج لله ولا الله اللي محتاج لك؟ الجواب واضح، أنت اللي محتاج لله، أنا وياك محتاجين لله تعالى، كلنا محتاجين لله، لأن اسمه الصمد. ما معنى الصمد؟ لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد، كل شيء الخلائق محتاجين له، وهو ما محتاج لا لصلاتنا ولا العبادة ديالنا. ولكن إحنا إلا ما صليناش ضرينا روسنا، ضيعنا حياتنا وضيعنا العمل ديالنا وضيعنا المصير ديالنا. فنجتهد أننا نصلي، ولكن ما نقولوش الإنسان صير تأكل رمضان ونزيده مصيبة على مصيبة، بل نقول له توب إلى الله، وحاول أن تجعل هذا الشهر هو فرصتك للتوبة والرجوع إلى الله، والله تعالى يفتح الأبواب دياله لجميع العباد الذين يتوبون إليه. الله يجعلنا وإياكم من التائبين، والحمد لله رب العالمين.